أمرت الولايات المتحدة بإبعاد دبلوماسيين فنزويليين اثنين خلال 48 ساعة ردا على قرار رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين من فنزويلا. وفي بيان لها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القائمة بأعمال السفارة الفنزويلية ومساعد القنصلية العام للقنصلية الفنزويلية في هيوستن شخصين من غير مرغوب فيهما، مضيفة أنهما تلقيا الأمر بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت أن هذا الإجراء يهدف إلى الرد بالمثل على نظام مادورو الذي قرر إعلان القائم بالأعمال والرجل الثاني في بعثة سفارة الولايات المتحدة في كاراكاس شخصا غير مرغوب فيهما.